السلام عليكم ورحمه الله مشاهدينا الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة استعراضية أن زيارته الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية ستكون إلى المملكة العربية السعودية. زعيمة العالم الإسلامي كما وصفها. هذه الزيارة تأتي ضمن جولة للرئيس الأمريكي ستشمل كل من إسرائيل والفاتيكان وتنتهي باجتماعات مع حلف الأطلسي، طبعا يتخللها اجتماع مع زعماء دول الخليج ومع منظمه المؤتمر الاسلامي. والهدف المعلن لهذه الجوله حسب مساعدين لترامب هو استعراض رمزي للعزم كما قالوا، استعراض رمزي للعزم. امام حلفاء امريكا المقربين الذين تامل اداره ترامب ان يجددوا جهودهم أو يجددوا جهودهم لمواجهه التطرف. ذلك هو الهدف المعلن. فهل هناك هدف اخر محتمل غير معلن للجوله؟ وهل هي زياره تاريخيه بالفعل كما وصفها وزير خارجيه السعوديه عادل الجبير؟ وما علاقه هذه الزياره بتصريحات الامير محمد بن سلمان عن نقل المعركه مع ايران الى الداخل الايراني؟ ثم ما علاقه ذلك كله بمشروع الشرق الاوسط الجديد الذي تحدثنا عنه مرارا في هذا البرنامج؟ هذه الاسئله وغيرها هي موضوع حلقة اليوم كونوا معنا الذين تابعوا هذا البرنامج خلال الشهور الماضيه لا بد انهم يتذكرون حديثنا عن مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي خططت امريكا لاقامته ويتذكرون اننا قلنا بان هذا المشروع ينوي نقل مراكز الثقل السياسي في منطقه الشرق الاوسط من مصر والسعوديه الى اسرائيل وايران. وفقا لنصائح بعض معاهد الدراسات الاستراتيجيه الامريكيه. وكانت نصائح هذه المراكز تقول ان ايران هي الدوله الاسلاميه الوحيده القادره على كبح جماح الجماعات السنيه المعادية لاسرائيل. الجماعات المنتجه للتطرف والعنف. وبما انها دوله طامحه للتوسع على حساب العرب والسنه. فلنترك لها الاعلان في ذلك لضرب اكثر من عصفورين بحجر او اكثر من عصفور بحجر واحد. هذا ما فكرت فيه الدوائر الغربيه الامريكيه تحديدا ومراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجيه في امريكا. العصفور الاول هو الهاء العرب بايران بدلا من اسرائيل. العصفور الثاني تغيير الواقع الديمغرافي في المنطقه. يعني واقع الديمغرافيا المذهبية وذلك بهدف إضعاف الأغلبية السنية المنتجة للتطرف كما يقولون وجعل الصراع طائفيا سنيا هذا عصفور ثاني العصفور الثالث جعلوا دول الخليج أكثر احتياجا للحماية الأمريكية ومن ثم أكثر عرضة للابتزاز الأمريكي كان هذا المخطط يسير بهدوء مثل الماء تحت التب إيران تبتلع العراق ثم تبتلع سوريا وتسيطر على لبنان وتنقل السلاح والحرس الثوري للكويت وتغذي الصراع في البحرين وتمد الحوثيين بالسلاح والخطط والمدربين وتعد العده للانقضاض على السعوديه في اللحظه المناسبه هذا كله والنظام السعودي والنظام المصري مشغولان بمواجهه الاسلاميين العرب المعارضين للحكومات الاستبداديه في حينها. وكاد المخطط ان يمضي لتحقيق اهدافه بهدوء لولا ان حدث ما حدث يعني حدث شيء لم يكن في الحسبان الذي لم يكن في الحسبان طبعا هو ثورات الربيع العربي التي اندلعت في العام 2011. هذه الثورات كان لها الفضل في التسريع بسقوط مشروع الشرق الاوسط الجديد في نسخته الاولى. نقول نسخته الاولى لماذا؟ لاننا نعتقد بوجود نسخه جديده الان لهذا المشروع تحملها الاداره الامريكيه الجديده، بسبب الظروف الجديده التي جدت من بعد عاصمه الحزم. الولايات المتحده بقياده ترامب كما سياتي في بقيه الحديث يبدو لديها نسخه للشرق الاوسط الجديد. لكن كيف سرعت؟ السؤال هنا كيف اسهمت ثورات الربيع العربي في التشريع باسقاط مشروع الشرق الاوسط الجديد. وما هو مشروع الشرق الاوسط الاجد اذا صحت التسميه، وما علاقه ايران به؟ هذا ما سنتناوله. <applause> الى قبل ثورات الربيع العربي وايران تتوسع كما قلنا في المنطقه بهدوء وثبات امام اعين الجميع. وبالطبع كانت المملكه السعوديه ودول الخليج على اطلاع تام بما يجري. لكن هذه الدول فيما يبدو كانت تعول على الوعود الامريكيه او الوعد الامريكي القديم بحمايتها. ووضع حد لتهديدات ايران. هذه الدول لم تكن ترغب في تصديق ان المؤسسه الامريكيه قد بدات تعدل من خططها في المنطقه وانها اصبحت راغبه في انهاء الصراع العربي الاسرائيلي بطريقه جديده ومبتكره. كانت ايران طوال تلك الفتره التي تتوسع فيها كانت تعول على عامل الوقت تماما كما يعول صانع السجاد الايراني. كانت تحتاج الى عشر سنوات اخرى فقط لكي تكمل استعدادها لتطويق المملكه السعوديه. لولا ان ثورات الربيع العربي كانت بمثابه الصفعه التي ايقظت المملكه السعوديه من سباتها. لقد اضطر الربيع العربي أمريكا إلى كشف موقفها المنافق من من دول الخليج في الوقت المناسب قبل أن تقع الفأس في الرأس كما يقولون رأى السعوديون ورأى دول الخليج كيف أن أمريكا قد باعت الخليج لإيران بطريقة انتهازية تركتهم تماما فريسة سهلة لإيران وأنهم بالفعل قد تخلوا عن وعى عن عن وعدهم القديم بحمايه الخليج من الاطماع الايرانيه. هذه الصحوه السعوديه دفعت القياده في المملكه الى البحث عن بدائل استراتيجيه اخرى لردع ايران من ناحيه والرد على امريكا من ناحيه اخرى. ما الذي حدث؟ ذهب الملك سلمان الى حيث تخشى ايران وتخشى امريكا. ذهب الى تشكيل تحالفين مهمين. الاول تحالف قومي تمثل في دول التحالف العربي في الحرب على ايران في اليمن. والاخر تحالف ديني تمثله دول التحالف الاسلامي لمكافحه الارهاب. تحالف قومي عربي وتحالف اسلامي اشمل. طبعا مكافحه الارهاب المقصود بالارهاب هنا في المقام الاول الارهاب الايراني والشيعي. هذه الصحوه دفعت قياده المملكه ايضا الى ترميم بنائها الداخلي لتلافي جوانب الضعف والقصور التي خلفتها الادارات السابقه اذا صحت تسميتها باداره وبناء على يعني الاداره الجديده في السعوديه او النظام الجديد في السعوديه بدا يفكر في بناء استراتيجيه جديده في القوه والاقتصاد يعني تجلت بعض مظاهر هذه الاستراتيجيه في خطه 2030 التي اعلنها محمد بن سلمان ده تهدف هذه الخطه الى نقل السعوديه من نظام الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط إلى نظام الاقتصاد الصناعي كل هذه الخطوات أعادت المملكة السعودية إلى صدارة الدول المؤثرة في المنطقة وهو مضطر الإدارة الأمريكية لمراجعة حساباتها ليس خوفاً من السعودية طبعاً يعني أمريكا لا تخاف من أحد إنما تخشى أن تظهر تحالفات جديدة، تخشى التحالف الذي أقامته السعودية لأن هذه الفكرة فكرة التحالفات لو استقرت لو استقرت هذه الفكرة ربما أدت إلى نشوء كتل سياسية دولية غير مرغوب فيها، غير مرحب بها. يعني كتلة التحالف العربي أو كتلة عربية قومية سياسية أو كتلة إسلامية هذه هذا أمر يزعج تماماً العقل الامريكي والعقل الغربي وقد ذكرنا في حلقات ماضيه كيف ان الصعود التركي صعود الدوله التركيه والاقتصاد التركي والسياسه التركيه ولد مخاوف وسياسات جديده في المنطقه وهكذا بدات الاداره الامريكيه تفكر بشرق اوسط اجد يضع السعوديه محل ايران ويبقي على اسرائيل في مكانها على حساب مصر قلنا انه امريكا تحديدا والغرب من ورائها يعملون الف حساب للصعود التركي ويخشون ان يتصل الراس التركي بالجسد الاسلامي وتتشكل كتله سياسيه دوليه يكون لها تبعات خطيره لا تحتملها لا يحتملها لا تحتملها المصالح الامريكيه ولا المصالح الغربيه في العالم. ولهذا تعمل امريكا ما في وسعها لبقاء هذه الدول مجزعه الاوصال معتمده عليها وعلى حمايتها هي مستعده ان تعيد حمايتها ان تعيد حضورها في منطقه الخليج العربي لهدف واحد فقط هو الا يكون هناك تشكلات سياسيه جديده لا ترغب فيها طبعا امريكا لا يهمها على المستوى الاستراتيجي مصير ايران او مصير السعوديه او اي دوله كما قلنا الذي يهمها فقط هو مصالحها في المنطقه ومصير اسرائيل وتحجيب المارد التركي القادم بقوه لأن هذا ايضا يخدم مصالحها من باب الحفاظ على المصالح الامريكيه وكل خططها في المنطقه تهدف الى هذا الغرض في المقام الاول طبعا مصير اسرائيل الذي تحرص عليه امريكا وكما تعتقد امريكا يحتاج الى تنازلات عربيه مؤلمه هذه التنازلات قد تكون صعبه ما لم تقوم ايران بواجبها واجبها من المنظور الامريكي طبعا ما هو واجب ايران واجب ايران هو ان تقوم بدور الكماشه الضاغطه على دول الخليج لكي تقوم هذه الدول دول الخليج بدورها بالضغط على الفصائل الفلسطينيه لتقديم تنازلات تنهي الصراع العربي الاسرائيلي وهكذا تقوم ايران ب خدمة المشروع الصهيوني على طريقة من يأكل الثوم بفم غيره حتى الآن فإن دول المنطقة قد انقسمت إزاء القضية الفلسطينية على ثلاثة محاور إحنا الآن داخلين على نقاش القضية الفلسطينية كيف أنه أمريكا استغلت إيران استغلال بشع وانتهازي لتحقيق تسويات في الملف الفلسطيني وإحنا لازم نفهم خارطة المواقف في المنطقه من تجاه القضيه الفلسطينيه دول المنطقه انقسمت امام القضيه الفلسطينيه على ثلاثه محاور المحور الاول هو المحور الذي يتاجر بالقضيه لتحقيق مصالح خاصه وهذا هو محور ايران ومن يدور في فلكها قضيه فلسطين بالنسبه لايران والمكونات الشيعيه هي بمثابه قميص عثمان الذي يرفعونه للتغطيه على الأغراض التوسعية في المنطقة لديهم أغراض تحدثنا عنها كثيرا وقضية فلسطين هي قميص عثمان وطبعا لازم يقوموا بالدور بشكل مقنع لازم يكون في حروب في جنوب لبنان ولازم يكون في دم ولازم يكون في تضحيات لا. لازم وهم مش خسرانين حاجة يعني الولي والفقيه مش خسران حاجة لما يموت بضع آلاف من اللبنانيين علشان يكون الدور مسبوك ومقنع للعرب بان بانه ايران وحزب الله يقاتلون اسرائيل، لازم يكون الدور مقنع، شوية تضحيات مثل ما سووا ما هو اسرائيل سوتها من قبل، اليهود سووها من قبل، هناك آآ آآ كلام عن انه عصابات اسرائيليه شاركت في آآ آآ المحركة الشهيره لليهود الأل الالمان. كل هذا علشان يستدروا عطف العالم، احيانا يعني وهناك شكوك في ان امريكا واداره بوش قد آآ آآ خططت لضرب برجي نيويورك وهناك شكوك قديمة بأن أمريكا ساهمت في ضرب أسطولها الكبير في اليابان في الحرب العالمية الثانية الأسطول اللي أسطول اللي تسبب فيما بعد بإلقاء قنبلتين نوويتين على على اليابان يعني مش غريبة أنه بعض الدول علشان تقنع الجمهور تقوم بأعمال تمثيلية يعني من, من هذا النوع حزب الله يقوم بمواجهة إسرائيل في, في جنوب لبنان ويقدم تضحيات كل هذا علشان ايش؟ علشان حزب الله يكون بمثابة حزب يعني حصان درواده الذي اللي يدخلون من خلاله الى المنطقة القضية الفلسطينية ايضا هي مثل حصان درواده انت كيف تقنع المواطن العربي بان ايران كويسة ويتخلى عن قوميته العربية او عن مذهبه السني ما فيش غير انك تقول لا ايران دولة مقاومة هذا الامر بات الآن مكشوف وزمن كفيل بأن يكشف المزيد إذا غرض إيران لم يعد خافيا فيما تفعله وما يدور في المنطقة فقد صرحوا أكثر من مرة بأن السعودية وليس إسرائيل السعودية هي العدو الأول لهم في المنطقة وقالوا بأن مكة والمدينة هي الأهداف النهائية لإيران وللشيعة قسم ثاني في المنطقة يريد إنهاء الصراع مع إسرائيل أو هذا المحور الثاني من الدول يريد انهاء الصراع مع اسرائيل من خلال رؤيه للحل تتطابق مع الرؤيه الاسرائيليه نفسها. ما هي الرؤيه الاسرائيليه؟ تتلخص رؤيه اسرائيل في الملف الفلسطيني في امر واحد: اغلاق ملف اللاجئين وتعويضهم ماديا واقامه دوله فلسطينيه منزوعه السلاح وممزقه بين قطاع غزه والضفه الغربيه. مع طبعا توسيع قطاع غزه بحيث يشمل بضعة كيلومترات في شمال سيناء ويعوض المصريين من خلال صحراء النكب هذه الرؤية التي يتبناها التي تتبناها إسرائيل هي نفسها الرؤية التي يتبناها نظام عبد الفتاح السيسي ونظام والنظم الداعمة لعبد الفتاح السيسي في الخليج وهي نفسها النظم الداعمة للثورات المضادة ولمزيد من التوضيح في هذه القضيه قضيه تسويه القضيه الفلسطينيه عبر اعطاء وطن قومي للفلسطينيين في سيناء دعونا نشاهد هذه الماده. الفكره تعود الى الوراء سنوات طويله بين اروقه بعض المراكز البحثيه في اسرائيل والولايات المتحده، لكنها تطفو الى السطح من حين الى اخر. جوهرها ببساطه أن تتنازل مصر للفلسطينيين عن جزء من أقصى الشمال الشرقي لسيناء مساحته نحو 1600 كيلو مربعا في مقابله تتنازل إسرائيل لمصر عن جزء مساو من صحراء النقب بحذاء الحدود بينما يقبل الفلسطينيون الأمر الواقع في القدس وفي الضفة الغربية وينتهي حل الدولتين. في سبتمبر ايلول من عام 2014 نقلت جروسالم بوست عن مصادر اسرائيليه ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض اقتراحا بهذا المضمون لقي ترحيبا واسعا من المسؤولين الاسرائيليين. تنقل الصحيفه ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الاقتراح مباشره دون مناقشه. بينما تنقل عن مسؤول امني اسرائيلي قوله ان في اقتراح كهذا مصلحه لمصر بالنظر الى ما تشهده سيناء من ارهاب وعشيه زياره رئيس الوزراء الاسرائيلي الى واشنطن قبل ايام قليله كتب وزير في حكومته يقول ترامب ونتنياهو سيعتمدان خطه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باقامه دوله فلسطينيه في غزه وسيناء بدلا من الضفه الغربيه. من أجل هذا جاءوا بالسيسي من أجل هذا قامت الثورات المضادة للربيع العربي من أجل تسوية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة ومن أجل هذا أيضا تحدث أشياء كثيرة في المنطقة سنناقش بعضها في المحور القادم وبعضها الآخر سنناقشه إن شاء الله في حلقات قادمة دعونا نذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا سقف نقاشنا فضاء حر نعرض فيه مختلف الاراء والتوجهات نناقشها دون قيود او تحفظات لنضعها بين ايديكم على طاوله فضاء حر تحدثنا في المحور السابق عن المحاور محاور الاساسيه الموجوده في المنطقه محاور الدول في موقفها من 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 القضيه الفلسطينيه وتحدثنا عن محورين بقي المحور الثالث المحور الثالث في الدول العربيه او دول المنطقه تجاه فلسطين هو محور الدول التي تعرف انه لا طاقه لها بمواجهه امريكا ومواجهة المشروع الصهيوني ولا طاقة لها ايضا بالاعتراف باسرائيل. دول عربية تعرف انه لا جدوى من مواجهة اسرائيل وليس هناك امكانية ليس هناك امكانية يعني ليس هناك امكانية لدول كبيرة مثل روسيا والصين وغيرها ان ان تواجه امريكا فما بالك بدول يعني صغيرة مثل هذه. هي تعتقد هذه الدول او هذا المحور من الدول في المنطقة انه لا جدوى من مواجهة المشروع الصهيوني بالطرق التقليديه المالوفه. ولا هناك امكانيه ايضا للاعتراف بـ 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 باسرائيل. فاخذوا منطق منطق وسط اللي هو منطق فن الممكن. وعلى راس هذا المحور طبعا تقف المملكه العربيه السعوديه. فلا يخفى على احد ان السعوديه كانت من اكبر حلفاء امريكا في المنطقه طوال الوقت. والتحالف السعودي الامريكي هو التحالف الذي لم يكن منه بد من وجهة نظر المؤسس عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة السعودية المؤسس الثاني تقريبا أمريكا كما يقول هذا الملك محتاجة للنفط السعودي والسعودية محتاجة للمال والخبرات الأمريكية لبناء السعودية بل إن المصلحة بين الطرفين كانت مشتركة في الفترة الماضية لمواجهة المد الشيوعي أنذاك إذا أكثر من مصلحة جمعت بين المملكة السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية. طبعًا العلاقة السعودية الأمريكية بدأت قبل قيام دولة إسرائيل نفسها. بدأت في العام 1945. إسرائيل تأسست في 48 على مشارف تأسست هذه العلاقة على مشارف نهاية الحرب العالمية الثانية عندما التقى الملك عبد العزيز آل سعود بالرئيس الأمريكي روزفلت يومها. عرض روزفلت على الملك عبد العزيز المساعده يعني الرئيس الامريكي عرض على الملك السعودي طلب منه بالاصح ان تقوم المملكه بمساعده امريكا على احلال اليهود الالمان بفلسطين كلاجئين طبعا قبل الحديث عن دوله ما كان فيش وقتها كلام عن دوله وقال الرئيس روزفلت انه يعتمد على الكرم العربي وعلى مساعده الملك في حل المشكله الصهيونيه طبعا الملك رفض هذا الكلام وبعد اخذ ورد قال الملك عبد العزيز ليش ما تخلوهم في ليش ما تعوضون في المانيا باعتبار المانيا هي اللي اقترفت الجريمه في حقهم فروزفلت قال له المانيا اصبحت وطن لا يطاق واليهود يعني نفسيتهم اصبحت يعني لم تعد يعني قادرة على احتمال البقاء داخل ألمانيا فقالوا طيب أنتم الآن دول الحلفاء أوشكتم على هزيمة ألمانيا وأنتم عددكم حوالي خمسين دولة إحنا عندنا في تقاليدنا العربية الضحايا يوزعون يوزعون على العشائر المنتصرة طيب أنتم الآن حوالي خمسين دولة منتصرة تعالوا وزعوا اليهود هؤلاء على الخمسين وشوفوا كم نصيب فلسطين من بين الخمسين هذه باعتبارها جزء من هذا التحالف طبعاً هذا الكلام لم يعجب روزفلت حينها ولم يعجب النظام الامريكي في وقتها لكنه لم يكن هناك تفكير في في دوله بريطانيا هي التي كانت تخطط لذلك. كان ذلك اللقاء الذي جمع الملك عبد العزيز ال سعود مع الرئيس الامريكي روزفلت هو اول قمه سعوديه امريكيه. وهي القمه التي اسفرت عن احلال امريكا محل بريطانيا في المنطقة بريطانيا هي اللي كانت حاضرة في المنطقة بعد هذه القمة التي جمعت الملك والرئيس الأمريكي في على ظهر سفينة أو مدمرة حربية اسمها كوينسي تقريبا آه. قام تحالف سعودي أمريكي ويحب بعض المحللين الآن أن يتذكروا هذه القمة في سياق الحديث عن قمة سلمان ترامب إذ يعتقد هؤلاء هؤلاء المحللون يعتقدون أن زيارة ترامب للسعودية تشبه في أبعادها لقاء روزفلت بالملك عبد العزيز في العام 1945 يعني لأنه لقاء روزفلت بعبد العزيز جاء بعد عدة لقاءات كان بها الرئيس الأمريكي في إطار التهيئة لهزيمة ألمانيا و بعض المحللين يرى انه لقاءات ترامب بملوك الخليج هي بم... ثم لقاءاته بالناتو قيادات الناتو يشبه لقاءات روزفلت بقيادات الحلفاء انذاك. كل هذا ياتي في سبيل التهيئه لتحجيم ايران او تحطيمها كما تم تحجيم المانيا في 45. هذه ليست تكهنات يعني بعض المحللين العرب فقط يعني. حتى السي ان ان نفسها CNN الامريكيه قالت ان الزياره تهدف الى الاعلان عن عهد جديد في السياسه الخارجيه الامريكيه. طبعا عباره العهد الجديد هنا تذكر بالجزء الاخر من الكتاب المقدس للمسيحيين عندهم الكتاب المقدس مكون من العهد القديم والعهد الجديد يعني عهد عيسى، العهد الجديد هو عهد المسيح عيسى ولعل اختيار ترامب للسعوديه واسرائيل والفاتيكان هذه هذه الدول اللي لها رمزيه دينيه لعل اختياره لهذه الدول في هذه الزياره يشير الى هذا المعنى الديني من طرف بعيد، هناك عهد جديد يشبه عهد المسيح لكن هذا العهد الجديد لا يمكن أن يكون عهدا جديدا من منظور ترامب إلا إذا كان له علاقة بالملف الفلسطيني وبتسوية القضية الفلسطينية، لأنه الرجل يعني واقع تحت تأثير المستشار الخاص له، له مستشار خاص هذا المستشار ينظر إلى أمريكا من الزاوية المسيحية لا ينظر إليها من زاوية المصالح الدولية المعروفة التقليدية لأمريكا، فما الذي يحمله ترامب في جعبته؟ للملف الفلسطيني يا ترى هذا متروك للايام نشوفه هناك مؤشرات تقول ان هذه الزياره بالفعل ستكون كما قال الجبير تاريخيه وكلمه تاريخيه هنا لا تعني الا شيئا واحدا في المنظور السعودي اي انها تاتي في سياق تفاهم بين الدولتين يقضي بوضع حد لطموحات إيران لا يوجد معنى آخر في الأجندة السعودية لكلمة تاريخية غير هذا هناك ملامح ثقة يعني واضحة لدى السعودية ثقة متزايدة في الفترة الأخيرة لدى صانع القرار السعودية والقيادة السعودية هذه الثقة لا نستطيع أن نبررها سوى أن هناك تفاهمات سرية بين الجانبين السعودي والأمريكي حول ملف إيران تحديدا وربما حول علاقة السعودية بتركيا أيضا لأن أمريكا لها أجندة في الملف التركي لها شغل على الملف التركي كما قلنا من قبل تريد تحجيم تركيا عموما من مظاهر هذه الثقة السعودية هذا التراخي السعودي في حسم المعركة في اليمن هناك تراخي واضح الأمير محمد بن سلمان صرح بأنهم يعولون على عامل الوقت في حسم الأمر وعامل الوقت يعني أنهم مطمئنون لو كانوا غير مطمئنين لحسموا الأمر بشكل عاجل فما سر هذه الطمأنينة يا ترى؟ هل هناك تفاهمات سرية مع الأمريكان؟ طبعا تصريح الأمير محمد بأن السعودية ستنقل المعركة مع إيران إلى إلى داخل إيران هذا أيضا مظهر من مظاهر الثقة السعودية وهو الأمر الذي لا تجرؤ المملكه على التصريح به الا اذا كانت واثقه من ان الموقف الامريكي الى جانبها وان الامور تبعث على الاسترخاء. عموما دعونا نستمع الى تصريح الامير محمد ثم نستمع بعدها مباشره الى الترجمه العمليه للتصريح في الخبر الذي ستذيعه القناه الاخباريه السعوديه نفسها بعد ذلك بعده ايام. يعني الامير محمد صرح بأنه سينقل المعركة إلى داخل إيران وبعدها بأيام القناة الإخبارية السعودية أه تطلع بخبر عن عمليات مقاومة بلوشية ضد الاحتلال الإيراني تعالوا نشوف المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين, آه مرتين لدغنا مرة المرة الثانية لن, لن نلدغ ونعرف أنه إحنا هدف رئيسي للنظام الإيراني الوصول لقبلة المسلمين هدف رئيسي للنظام الإيراني سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية نفذت المقاومه البلوشيه عمليه ضد قوات الاحتلال الفارسيه ادت الى مقتل عشرات عناصر وجرح اخرين في حين اعلنت منظمه الجيش العدل البلوشيه تبنيها مسؤوليه العمليه التي استهدفت قوات حرس الحدود في منطقه ميرجاوا الحدوديه في بلوشستان المحتله واكد مصدر في المقاومه ان المقاومين نصبوا كمينا لقوات الاحتلال في منطقه ميرجاوا واشتبكوا مع عناصر تابعين لحرس حدود الاحتلال من الواضح ان المنطقة مقدمة على المزيد من التوتر الذي خلفته الثورة المضادة للربيع العربي هي المسؤول الأول عن هذا عما عن يجري هي المسؤول الأول وهذا التوتر ربما يأتي عملا بالعبارة القرآنية استكبارا في الأرض ومكر السيء ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله وهذه العباره ليست مجرد مقوله دينيه للتبرك هذه مقوله تحليليه سياسيه ايضا هذه الايه تقول بطريقه يعني تقول هذه العباره تقول بطريقه القران ما يقوله الفلاسفه الاجتماعيون من ان تراكم المظالم لا بد ان يؤدي الى فساد الممالك والعمران ولهذا تقول بقيه العباره القرانيه فهل ينظرون الا سنة الاولين اي القانون الذي جرع الامم السابقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ينتظروا يعني حصاد ما زرعوا من مظالم في المنطقه. قوانين الفساد ثابته لا تتغير بتغير الزمان والمكان كما تقول الايه. والشيء الذي يستحق الانتباه فعلا الشيء الذي يستحق الانتباه هو ان امريكا التي باتت, باتت تبدي حرصها على العلاقه الجيده مع السعوديه هذه الامريكا هي نفسها تتعهد بدعم اكراد سوريه ضد تركيا وتمارس ضغوط على قطر بسبب دعمها لحماس وتعطي الضوء الاخضر للامارات المتحده لعمل اشياء اخرى كثيره وخطيره ربما تكشفها السنوات القريبة القادمة وهو ما يدفع إلى التساؤل هل حقا أمريكا جادة في تحالفها مع السعودية ودول الخليج أم أنها محاولة جديدة لتخدير المملكة السعودية حتى تسترخي من جديد وتفك ارتباطها بتركيا وتفكك ما صنعته من تحالفات خلال السنتين الماضيتين طبعا لا شيء في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية يبعث على الثقة والطمأنينة أمريكا مع حلفائها مثل بيت العنكبوت بيت العنكبوت يعني هو أوهن البيوت كما تقول الآية القرآنية لأن العلاقة فيه بين الذكر والأنثى علاقة نفعية انتهازية للغاية أنثى العنكبوت تدعو الذكر إلى تلقيحها وبعد أن ينتهي من أداء واجبه تنقض عليه وتفترسه المذهب البراغماتي النفعي هذا هو المذهب مشترك بين الأمريكان والعناكب إذا علاقة السعودية بأمريكا على المدى القريب غالبا ستكون أفضل مما كانت عليه أيام أوباما. لكن ماذا عن المدى المتوسط والمدى الطويل بعد أن ينجح الأكراد في إقامة دويلة في خاصرة التركية أو بعد أن ينجحوا في إرهاقها وبعد أن تنجح عملية إنقاذ الانقلاب في صنعاء وإفشال التحالف في اليمن لا قدر الله على أيدي حلفائه على أيدي الحلفاء حلفاء السعودية كيف سيكون مصير السعودية بعد هذا يا ترى؟ هذا امر متروك لقياده السعوديه نفسها. طبعا اليمن في هذا الصراع الذي يحيط بها هي عباره عن بيدك في رقعه الشطرنج الكبرى. والدول على هذه الركعه اما لاعبه واما ملعوب فيها. الدول المتماسكه من الداخل هي الدول اللاعبه. مش شرط تكون يعني قوية وغنية المهم أنها تكون متماسكة والدول المنقسمة على نفسها هي مجرد بيادك ملعوب بها على ركعة الشطرنج واليمنيون اليوم ينتظرون مصيرهم بعد أن تسبب الإنقلابيون في تفتيت وحدتهم الوطنية وأكحم البلد في حرب لا نكت لليمن فيها ولا جمل بعد أن أضعف الجسم اليمني خلال ثلاثة عقود مضت المشاريع الصغيرة المشاريع الصغيرة هي بوابة التدخل الخارجي وبوابة الصراع والحرب المستديمة مشروع العائلة، مشروع السلالة، مشروع المنطقة، مشروع الطائفة هذه كلها عبارة عن ثغرات في سور الوطن ينفذ من خلال هذه الثغرات المتآمرون على الوطن والمشكلة أن هذه المشاريع الصغيرة حتى لو انتصرت على المشروع الوطني الكبير لا قدر الله فإنها لن تنجز اي وعد من وعودها لاصحابها اصحابها المخدرين بنشوه الوهم كل واحد عنده مخدر بنشوه الوهم هذه المشاريع لن تحقق للانسان اليمني في ظلها سوى دورات جديده من الصراع والحرب لان شجره الوهم لا تثمر الا وهم لكن طبعا انصار هذه المشاريع الصغيره من هم اكثرهم من البسطاء لا يعرفون ما هم مقدمين عليه العاطفة هي التي تجرهم والعاطفة عمى وليست بصيرة هؤلاء البسطاء تنقصهم حاسة الاعتبار بالتاريخ التاريخ الذي يقول لهم ان كل هذا الخراب الذي حل بنا كان سببه في الاساس غياب المشروع الوطني ولو كان عندنا مشروع وطني كبير لما حدث هذا حضور المشاريع الصغيرة مثل مشروع العائلة مشروع السلالة هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه المشاريع الصغيرة التي لا بد أن يحضر معها الاستبداد والاستبداد هو الأب الشرعي لمعظم مشاكل المجتمعات السياسية وتحديدا المجتمعات العربية ويبدو أن لمشاريع الخراب هذه تأثير يشبه تأثير المخدرات الفيون وغيرها مدمن المخدرات مدمن المخدرات يعرف على مستوى الوعي أنها ستضر ولا تنفع لكنه مع ذلك يصر على تعاطيها لأنها تمنحه قليلا من النشوة أتباع المشاريع الصغيرة في اليمن يبحثون عن نشوة عابرة ولا يهمهم بعدها أين يذهبون وأين تذهب اليمن وأين تذهب الأجيال هذا تفكير محششين وليس تفكير ناس ناضجين يفكروا في أجيالهم في ذرياتهم من بعدهم أي وطن يتركونه لها للأسف أخيرا المشاريع الصغيرة في اليمن وفي المنطقة لا تختلف كثيرا عن المشروع الصهيوني نفسه لأنه مشروع عنصري مثلها يقوم على أساس عرقي مثل المشروع الإمامي في اليمن ومصيرها هذه المشاريع سيكون نفس مصير المشروع الصهيوني طبعا المشروع الصهيوني يعد نموذج لمن أراد أن يعرف مصير المشاريع الصغيرة الصهيونية وعدت أبنائها بالجنة في فلسطين وما زالت تعيدهم إلى الآن لكن هل حصلوا الجنة فعلا؟ اليهود الذين تركوا بلدانهم في أوروبا وفي روسيا وفي كل مكان وذهبوا إلى فلسطين هل حصلوا الجنة التي وعدوا بها؟ إسرائيل أصبحت مجرد ثكنة عسكرية وليست وطنا حقيقيا. وكثير من الإسرائيليين عادوا إلى بلدانهم الأصلية في هجرة عكسية. مشاكل إسرائيل الداخلية بلا حصر حتى أن بعض كبار اليهود باتوا يتوقعون سقوطها في سنوات. فإذا كانت إسرائيل وهي الدولة المدللة عالميا الدولة التي بيدها كل وسائل التمكين والراحة لم تعد وطنا صالحا مثاليا للحياة فما بالك بهذه المشاريع الصغيره للعرب المساكين في اليمن وفي غيرها مصير المشاريع الصغيره في الوطن العربي سيكون بمثل مثل هذا مثل مصير المشروع الصغير في اسرائيل هذا الامر واضح لكنها تجاره الاوهام تجار الاوهام بارعون في الترويج لها في اوساط البسطاء اعزائي الى هنا تنتهي حلقه اليوم نرجو ان نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله